انا اسوي فيني كذي ظلم وبوق، انا كلمني كذي قدام الناس وبوسط السوق. ايش فيك؟ ايش صاير؟ سكتي عني واللي يرحم والديك، بروح اللي فيني كافيني. ما يصير بعرف ايش صاير. صاير منصور اخوي ظلمني واخذ حقي، ولما رحت كلمته وجبت له واسطه خير اهاني قدام الناس، بس انا راوي راح اذيه في كل مكان. عبد الله ما له داعي اذكرك، انا ترى احنا بايام عاشورة، وانت تدري انها مو ايام عاديه عزا ونوح. عفا عليك، بس تذكر لما وقف الحسين يدعو الخصومه والقوم اللي ظلموه وشردوا عياله وطاردوه في الارض وسفكوا اطهر دم، ظل يدعي لهم للهدايه لاخر لحظه، وانت بس انا تقارنيني بالحسين؟ الله يهداك. بس عفا عليك، لو كل واحد منا قال هالكلام عيل ليش نروح المجالس ونروح العزاء؟ ترى الحسين قيمة إنسانية نتعلم منها، والصبر أهم هالقيم. الله يهديك بس.